اهلا بكم. شفت الكلب الاسود في منامك قبل كده؟ طب شفت كلب ابيض او كلب احمر؟ كذلك انت شفت الرؤيه ديت قبل كده ولا لا؟ سواء كنت رجل او امراه بيختلف معنى الكلب في المنام من الرجل للمراه، وبيختلف من المتزوجه للعزباء ومن المتزوج للاعزب. قبل ما نبدا في معنى رؤيه الكلاب في المنام بصفه عامه، عايزك انك انت تدوس لايك، ولو انت اول مره تشوفني اضغط سبسكرايب وفعل زر الجرس، وتعالوا بينا نبدأ الآن. أول حاجة عايزك تعرف أن رؤية الكلاب في المنام من الرؤى الغير محمودة، هذا ما ذكره ابن سيرين عليه رحمة الله والشهاب الدين العابر، وكذلك أيضا ابن غنيم في المخطوطة بتاعته. ابن سيرين بيقول أن الكلاب في المنام بصفة عامة بتدل على أشخاص ما فيهمش وفاء نهائيا، أو أشخاص غير جيدين ربما أنك أنت تقابلهم في حياتك، وكذلك ربما تدل على الخسارة في الأموال، وربما تدل على أنك أنت بتشتري حاجة أو سلعة، السلعة دي مش هيكون لك فيها مكسب. تعالوا بينا نعرف إيه معنى الكلاب في المنام صورة واضحة، فصل المعاني اللي بتختص برؤية الكلاب بالتفصيل. أول حاجة، ربما أنك أنت تشوف نفسك في مكان مهجور، والمكان المهجور ده فيه مجموعة من الكلاب بتحاول أن هي تجري وراك، وكنت أنت إنسان متزوج مثلا. أعرف أن الكلاب اللي بتجري وراك ديت بتدل على مشاكل موجودة في حياتك، ربما المشاكل ديت بتكون مع أشخاص بيتمنوا زوال النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بها. في الحالة ديت لازم أنك أنت تخرج صدقة، ولازم تعرف مين الأشخاص اللي هم قريبين منك، وتحاول أنك أنت تبتعد عنهم عشان ما تقعش في مشاكل انت في غنى عنها. ربما انك انت تكون انسانه متزوجه وتشوف ان في كلب بيجري وراكي، او كلب بيحاول ان هو يطردك. اعرف ان الكلب اللي بيجري وراكي ده شخص غير جيد بيحاول ان هو يدخل في حياتك، وانت مراه متزوجه. فلو في حد بيحاول ان هو يطرق الباب ده، حاول انك انت تغلق الباب تماما عشان ما تقعيش في مشاكل انت في غنى عنها. لان سبحان الله ربما انك انت مثلا تتكلمي مع شخص، والشخص ده يكون جيد معاك ويتكلم بكلام طيب، وكلام كله يعني احترام، وكلام كله أخلاق، وما أدراك بعد ذلك إيه اللي يحصل. من القليل يأتي الكثير، ودي قاعدة إحنا كلنا نعرفها. من الرؤى اللي بتدل أيضا على خسارة في الأموال، أو بتدل على أنك أنت بتشتري أشياء ما فيهاش أي ربح نهائيا، أو أنك أنت داخل في مشروع والمشروع ده ربما أنه يفشل منك، أنك أنت تشوف انك بتشتري كلب ولف من حد، الكلاب الولف اللي بعض الناس بتربيها في البيوت عموما. لو شفت الرؤيه ديت وانت داخل في مشروع تجاري ابتعد عنه، مش هتكسب فيه، مش هتربح اي حاجه. ربما انك انت تشوف ان في كلب اسود بيجري وراك في المنام، او بيجري وراك كلب اسود او مجموعه كلاب سوداء، والكلب ده عضك. ابن سيرين بيقول في المعنى ده ايه؟ ان الكلب الاسود في المنام ربما يدل على عدو غادر، والعدو الغادر ده تتعرضي لاذى منه. والانسان اللي بيتعرض لعده الكلب كما اتفق الشهاب الدين العابر في قواعد تفسير الأحلام، وكذلك مخطوطة ابن غنيم، وكذلك أيضا النابلسي في كتاب الإشارات في علم العبارات، قالوا إن الكلب لو عض الإنسان في المنام يعرف الإنسان ده أنه هيقع في مشكلة، أو هيصاب بمرض، أو هيصاب بمعضلة. لكن سبحان الله بعض الناس بتشوف إن في كلب عضها، وتقوم من النوم تبص تلاقي إن في آلام شديدة جدا موجودة في القدم، أو موجودة في مكان عضة الكلب. معنى الرؤية ديت ربما إنك أنت ما تصابيش بمرض زي ما قال المفسرين، ولكن ربما تعرضت لمس، أو تعرضت لأذى من جن، أو ربما أصبت بعين بصفة عامة. فلازم إنك أنت تعرضي نفسك على راقي، ولازم إنك أنت تستمع للرقية الشرعية، ولو رأيت نفسك بنفسك يكون أفضل. لو شفت بقى أن في مجموعة من الكلاب محوطاك، وحاولت الكلاب ديت أن هي مثلا تهجم عليك، وفي كلب منهم يعني سبحان الله حماك من الكلاب ديت، ربما ان يكون في مجموعه من الاشخاص انت تعرفهم، او مجموعه من الشخصيات انت تعرفيهم، وسبحان الله يطلع منهم شخص بس برضه في اسلوب الدناءه، او الشخص ده يدافع عنك او يدافع عنك، فما تحاوليش انك انت تغتر بيه، يعني ما تثقيش الثقه العاميه فيه، لربما انك انت تتعرضي لمكروه، او تتعرضي لمشاكل انت في غنى عنها. كذلك رؤيه الكلاب في المنام من الرؤى الغير جيده نهائيا، وهذا ما اتفق عليه جمهور المفسرين. ما فيش اي مفسر من المفسرين قال ان رؤيه الكلاب بتدل على الرزق، او ان رؤيه الكلاب بتدل على صديق وفي، لان الكلب معروف ان هو وفي في الطبيعه. الملك اللي بيرسل لك الرؤيه، او اللي بينقل لك الرؤيه من اللوح المحفوظ، مش هيجي يضرب لك مثلا على الوفاء ويجيب لك كلب، اعزك الله. كذلك ايضا رؤيه الكلاب في المنام بترمز للمراه المتزوجه، ان ممكن انك انت تتعرضي لخيانه لو انت شفت ان في كلب مثلا ماشي قصادك، والكلب ده بيحاول ان هو يدافع عنك، او الكلب ده كلب ولف، والكلب ده بيقرب لك. اعرف ان في شخص بيحاول ان هو يتودد ليك زي ما ذكرت لك، ولو كنت فتاه عزباء تعرف ان في شخص بيحاول ان هو يقرب لك، والشخص ده غير جيد، فحاول انك انت تنتبه من الشخص ده، وحاول انك انت تبتعد عنه، وانقي بنفسك عشان ما توقعيش في مشاكل انت في غنى عنها. كذلك ايضا رؤيه الكلاب في المنام بصفه عامه
غير جيدة نهائيا. زي ما اتفقنا مع بعض وفهمتكم، لو شفت الكلب في المنام سواء كلب كان اسود يرمز الى شيطان، ولو كان الكلب احمر او ابيض او ايا كان لونه، طالما ما عضكش فتعرف ان دولت اشخاص غير جيدين، بيحاولوا ان هم يقربوا لك وبيحاولوا ان هم يدخلوا حياتك، فحاول انك انت تكون على حذر وحاول انك انت تبتعد منهم عشان ما تتعرضش لاي مشكلة او مكروه. هرد على اول 50 حلم. لو شفت اي رؤية عن الكلاب بصفة عامة او شفت اي رؤية اكتبها في كومنت اسفل الفيديو ان شاء الرحمن هرد عليك، وحاول انك انت تدوس لايك وتضغط سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الاحلام. لكم اطيب تحياتي، اخوكم يوسف احمد. دمتم في امان الله.